دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2024، ده غير طبعا مباراة مصر وإثيوبيا في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2024. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر يوم لتسجيل رغبات الطلاب الجدد المقبولين بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وده من خلال الاستمارة الإلكترونية اللي أعدتها الكلية للطلاب لاختيار رغباتهم من بين الأقسام المختلفة للكلية. وأشارت الكلية إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بعد انتهاء فترة التسجيل وخطوات تقديم الأوراق لاحقاً. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع خطبة الجمعة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة والمقدر مسبقاً ب15 دقيقة. النهاردة هيلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي الساعة 7 مساءً باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا، من أهمها مباراة منتخب جورجيا مع منتخب أسبانيا الساعة 7، وبيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب لاتفيا الساعة 10:15. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب سلوفاكيا مع منتخب البرتغال.